رمضان الماضي قلت لكم الله يعينكم علي، بس الحين بقول الله يعيني ويعينكم على ماما. أقولها متحف تقول لي متحف. كمان شخصية عربية في المتحف الشام مدام تسو. قالت لك أنا يا سارة في شخصيات مرة كثير. المرحوم الشيخ جابر الأحمد آل صباح حاكم الكويت السابق. أكثر حاجة أتذكرها من الشيخ جابر اللي سواها للكويت بعد العراق محتلها، وسوى كل حاجة عشان يحرر بلده. وكمان يا سارة الشيخ جابر هو من أول مين فكروا في إنشاء مجلس التعاون الخليجي. إيه، هو ثالث أمير للكويت بعد خروج الإنجليز سنة 61. تعرفي يا سارة أنه في نفس السنة 1961 أصدر الشيخ جابر آل صباح أول عملة في الكويت تحمل توقيعه لما كان رئيس لمجلس النقد الكويتي. الأمير جابر الأحمد الصباح تعلم في المدرسة المباركية والمدرسة الأحمدية، وتعين وزير للمالية والصناعة في أول حكومة بعد خروج الإنجليز، وتعين كمان الشيخ جابر رئيس لمجلس الوزراء سنة 65، وتعين ولي للعهد في سنة 66. الشيخ جابر يا سارة تولى الحكم سنة 1977 بعد وفاة الشيخ صباح السالم آل صباح حاكم الكويت. انت عارف ان الامير جابر اختاروه بسنة 95 اكبر شخصية للعامل الخيري. كان زين. والله الامير جابر الاحمد الصباح حاكم الكويت السابق الله يرحمه عمل مشاريع كثير لبلده. برافو عليكي. في عهده نشأ مشروع الغاز في منطقة الأحمدي، وكمان أنشأ مرصد فلكي في الكويت سنة 1988. وطبعا كان للكويت أصحاب كثير في العالم. أكيد الشيخ جابر كان متوازن جدا في علاقات الكويت مع كل دول العالم، وفي الفترة اللي كان العراق محتل الكويت قدر يجمع كل أصدقاء الكويت لتحرير بلاده، وبالفعل تم تحرير الكويت في فبراير عام 1991. الله يرحم أمير الكويت الشيخ جابر. مام تفتكري في بعد شخصية عربية في هذا المتحف؟ طبعا حبيبتي، خلينا ماشيين وبوريكي. كفاية خلاص تعبت. أوكي، شرايك نروح ناكل ساندويتش؟